أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا حضرت حراج سوق التمور واشتريت مما يحرج عليه ثم أردت أن أبيعه، فهل يلزمني نقله من مكانه؟ نعم، نقله لا شك أنه أحوط وهو القبض التام، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحال، هذا لا شك أنه أتم. وإذا باع في مكانها بعد ضبطها وقبضها فهذا قبض ضعيف أو ناقص، لكن البيع يصح مع هذا. نعم.